كان يا ما كان في قديم الزمان، كان في بنت صغيرة اسمها مليحة، ومليحة كان معها لعبة جميلة بتضحك وبتغني. وفي يوم من الأيام هجموا وحوش على القرية وحاولوا ياخذوا اللعبة من مليحة. خبت مليحة وخبت لعبتها، وبعدين صارت تركض تركض تركض. هربت من الوحوش ووصلت لمكان بعيد بعيد بعيد. ما كان حدا معها؟ كان معاها أبوها وأمها وسيدها وستها، وفي المكان اللي بعيد بنوا بيت من قماش، والعروسة عم تضحك وتغني إلهم. وفي يوم إجت ريح كبيرة هدت بيتهم القماش، فقرروا يمشوا لمكان تاني بعيد. ظلوا يمشوا ويمشوا ويمشوا، وقطعوا البحر وقطعوا الصحراء، ووصلوا لمدينة. وفي المدينة فرحت مليحة، وعاشوا مع بعض أيام حلوة. وكل يوم اللعبة كانت تغني لهم وتضحك لهم، بس الأحوال تغيرت فجأة. إيش صار؟ إجوا وحوش جداد عرفوا بقصة اللعبة اللي بتضحك وبتغني اللي مع مليحة. خافت منهم مليحة وقالت بدي أرحل بعيد عنهم، وقالت لازم نرجع لبيتنا الأولان. وين بدك نروح يا مليحة؟ وين؟ شو وين بدنا نروح يا ستي؟ بنروح على فلسطين، بنروح على بلدنا، إحنا فلسطينيين. بس الطريق ما كان آمن، لقيوهم الوحوش وهجموا على أمها وأبوها. ماتوا؟ ما ماتوا، طلعت لهم جناحات طاروا بيها لفوق لفوق في السماء، وهم عم يضحكوا لمليحة لحد ما اختفوا. مليحة ضلت ماشية هي وستها وسيدها، بس كانوا خايفين. وفي الطريق قابلهم فارس كان راكب على حصان جميل. سألهم وين رايحين وليش خايفين، قالوا له قصة الوحوش، فقالهم أنا بساعدكم. طيب خير إن شاء الله، إجراءكم تخلص بسرعة وتتوكلوا لله. أخذهم الفارس على حصانه وظل ماشي معهم لحد ما وصلهم لبيتهم القديم. شكرا سيادة المقدم، والله وقفتك معنا عمري ما بنساها. الحق غالي الله يرحمه وصاني عليكم، وهو النهاردة وصيته تتنفس. الفيل وحوش اللي عايزين اللعبة. وعادت مليحة لدارها القديم سعيدة وفرحانة، وفي نفس الوقت حزينة على سيدها اللي طلع له جناحات وطلع كمان هو يطير للسماء. والفارس ما كان ينفع يضل معاهم، كان إله بيت وصحاب لازم يرجع إلهم. والعروسة واللعبة ظلت مع مليحة تضحك وتغني. اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.